علميني الحين طلال صدق قدم استقالة وانت رفضتيها؟ قلت له موافقة. شلون موافقة؟ أمي قالت إنك رفضتي. وش رفضت؟ استقالة طلال. طلال مين والناس نايمين واستقالة مين؟ أنا أتكلم على إبراهيم، قلت له موافقة. لا 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 إيه؟ قولي والله أمانة صدق والله فضحتينا والله مجنونة وسويتيها. صدق حيرتيني معاك، إن سكت ما عجبك وإنت كلمت تقولين عني مجنونة. مجنونة لأنك ما علمتيني من أول وساكتة بطيرة من الفرحة. لا تدرين عاد شو رأيك تجيبين طيران وتسويني زفة؟ وش اللي يمنعنا؟ والله أسوي لك أطلق زفة. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ترى ما قلت شيء، مجرد أني وافقت بس على الطلب، يعني ما صار شيء للحين. وافقتي يعني بيجي البيت ويخطبك ويطلب يدك؟ صدقين إنك مسكينة. وبعدين تي نسيتي من أمك؟ بزحمك الحين إذا جاء البيت أمك بتهلل فيه وترحب فيه وبتسوي له يعني حفلة ترحيب كبيرة، بتقول له حياك حياك نورت البيت، يا هلا ومسهلا بالمحامي حبيبنا، تفضل أنا موافقة، فداك حور. الحين أنا بفهم أنت ليش دايم عندك ثقة أن أمي ما راح توافق؟ من وين جايبة كذي الثقة؟ خاصة أن محمد إبراهيم في شركة معنا له سنين وأمي تثق فيه مرة، يعني أكيد لو جاء وتقدم لك ممكن أمي توافق بكل بساطة. شاهد إليت الدنيا بسيطة وصادقة زيك، إليتها تشبالك. الإنسان تقدرين تعرفيها من عيونه. أبيك بس تجيبين طاري إبراهيم قدام أمك وقدام يوسف وناظري بعيونهم، وقتها تعرفين أنا ليش خايفة. صدقين هات أحس إن في سر خطير بينهم الثلاثة، ونفسي أعرف هذا السر.